أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث أو لمناقشة تبعات الهجوم الذي استهدف حفل تخرج دفعات من طلاب الكلية العسكرية بمعسكر صلاح الدين في العاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عنه مقتل الطالب محمد دحان الحارثي وإصابة ثلاثة آخرين. وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي بإحالة المتورطين في الاعتداء على الكلية العسكرية بعدن إلى القضاء. وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الرئيس وجه بإحالة منير محمود المشالي المدعو أبو اليمامة وعبد الناصر البعوى المدعو أبو همام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قد أكد في تصريحات صحفية أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في ظل وجود وحدات عسكرية متعددة الولاءات أو تدين بالولاء لقيادات لا وطنية مشحونة ضد بعضها، وأنه لابد من إخضاع وحدات الجيش والأمن تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: هل أصبح رفع العلم اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عاصمة اليمن المؤقتة تهمة تستوجب القتل؟ وكيف يفهم الوضع الذي آلت إليه الأمور في عدن؟ وما الذي بإمكان الحكومة عمله للتغلب على هذه التحديات المصيرية؟ قبل البدء بالنقاش مع ضيوفنا نتابع هذا التقرير. ليس مجرد علم، إنه هيبة اليمن وسيادته. دفع من أجله محمد الحارثي الجندي في الجيش دمه وروحه. فمع إشراقة صباح السبت 18 من أغسطس الحالي قطعت الطرق المؤدية إلى منطقة صلاح الدين بالبريقة من قبل ميليشيات تابعة للإمارات بهدف منع الاحتفال بدفعة جديدة من طلاب الكليات الحربية والبحرية. تقرير هيئة الأركان والمنطقة العسكرية الرابعة اتهم اللواء الأول التابع للحزام الأمني بإطلاق النار على الطلبة والضباط المتجمعين في ساحة العروض بالكلية العسكرية، وهو ما أدى إلى استشهاد الجندي محمد دحان وجرح اثنين آخرين. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على الكلية العسكرية، ففي منتصف أكتوبر الماضي وبحسب تقرير هيئة الأركان تم ضرب الكلية بالأسلحة المتوسطة أثناء وجود رئيس الوزراء فيها. الاعتداء المسلح على الكلية العسكرية هو جزء من سلسلة أعمال التمرد على الشرعية تقوم بها ميليشيات تابعة للإمارات، والحادثة الأخيرة لم تكن عفوية بل متعمدة ومرتبا لها. فأحد المتهمين بالاعتداء على الجنود الملقب بأبي همام سخر في مقطع فيديو من شرعية هادي معلنا عدم اعترافه بها. من هم في شرعية هادي؟ فهم مع شرعية هادي، لا شأن لنا بهم. تطرح حادثة الاعتداء على الكلية العسكرية تساؤلات مهمة حول استمرار صمت الحكومة على دماء جنودها وإهانة سيادة الدولة. ويرى مراقبون أن إحالة الرئيس هادي للقياديين في ميليشيا الحزام الأمني أبو اليمامة وأبو همام للقضاء لن يحمي الجنود من القتل ولا الحكومة أيضا من أي اعتداء. معنا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الرقيب. يعني كيف تابعت حادثة مهاجمة الكلية العسكرية الذي أسفر عن هذه الحادثة مقتل الطالب محمد الحارثي؟ التحية لك أخي ولمشاهدي القناة ولضيوفك الكرام. أهلا بك. حادثة الاعتداء العسكري على الكلية العسكرية هو في إطار مسلسل العبث والفوضى وضرب الحكومة الشرعية وأنشطتها ومنعها من العمل والنشاط في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تديره هذه الميليشيا ورعاية وحماية من دولة الإمارات العربية المتحدة. أبو اليمامة هو يعني قائد متمرد جاءت به الحزام الأمني بمجمله، هو مكون خارج إطار الشرعية، وبالتالي هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. نعم، لكن هل سيد عبد الرقيب، يعني هنا
يعني هل مسألة رفع العلم علم الجمهورية اليمنية يعني هل أصبح جريمة أو محرم في العاصمة المؤقتة عدن؟ يعني يصل الأمر فيه إلى درجة أن تزهق الأرواح مقابل أن يرفع هذا العلم؟ ينبغي علينا التوضيح أن الموضوع ليس العلم، ليس علم الجمهورية اليمنية، هذا هو يتخذوه هؤلاء طارق محمد تذكرات في عدن ويرفع علم الجمهورية اليمنية وجنوده صباح مساء يهتفون بالروح بالدم نفديك يا يمن، وهذه الأدوات الحزب التي تتبع الإمارات هي التي تحرسه. إذن الموضوع ليس موضوع علم، الموضوع هو استهداف أي نشاط للشرعية، هو استهداف الوطني الذي يتشكل. بالتالي الإمارات تواجه مشروع الشرعية الذي جاءت لحمايته أو لنصرته. نحن أمام استهداف واضح وممنهج يمنع الحكومة من العمل، يمنع أدوات مؤسسات الدولة من أن تنشط، يمنع الكليات من أن تتحرك. نحن أمام حرب كاملة مكتملة الأركان تقودها الإمارات عبر لإيقاف وتدمير الشرعية في العاصمة المؤقتة. نعم، إذن سيد عبد الرقيب تكرم البقاء معي، أشرك معنا في الحديث. سينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيوف الكرام جميعا. أهلا بك، أبدأ معك بهذا التساؤل سيد مختار، ما الذي يحدث في العاصمة المؤقتة عدن؟ يحصل في العاصمة المؤقتة عدن هو ليس بجديد، يعني بالنسبة لما تقوم به الميليشيات المسلحة الأذرع التابعة لدولة الإمارات هو ليس جديد، يعني الجديد هو أنه تم الاعتداء والقتل الخريجين من الكلية الحربية وقصفهم من قبل هذه الميليشيات. هذه الميليشيات هي كانت أيضا قد قامت بمنع دولة رئيس الوزراء من الذهاب للاحتفال بمناسبة العيد 30 من نوفمبر العام الماضي. بالتالي هذا ليس بجديد على الميليشيات هذه، لأنها ميليشيات منفلتة، ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة، الحكومة قد تبرأت منها وأعلنت ذلك أكثر من مرة، ولعل آخرها في رسالة موجهة للأمم المتحدة ردا على تقرير لجنة العقوبات الدولية في اليمن، والتي اتهمت هذه الميليشيات بأنها لديها سجون خاصة وبأنها تعتقل خارج إطار الدولة وبأنها أيضا تقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان. بالتالي الحكومة اليمنية أعلنت في الرد على هذا التقرير أن هذه الميليشيات هي ميليشيات منفلتة خارج إطار الدولة، ليس لها أي علاقة. الجريمة التي حصلت بالأمس هو نتيجة طبيعية لحالة لبث الكراهية وللخطاب العنصري والخطاب الطائفي الذي تمارسه قيادات ما تسمى بالمجلس الانتقالي. نعم. هذا نتيجة طبيعية. منع المواطنين من أبناء المناطق الشمالية من دخول مدينة عدن هو ناتج لهذا الخطاب المناطقي البغيض. أيضا الاعتداء على الطالب وقتل الخريجين وقتل الخريج وإصابة آخرين في الكلية العسكرية هو أيضا ناتج لهذا الخطاب المناطقي وهذا الخطاب التحريضي لكل ما يمت للشمال بصلة. اليوم الجنوب كلها بأيديهم، ما الذي صنعوا في الجنوب؟ دعنا نتكلم بكل صراحة، عدن الآن تعاني مشكلات في جانب الخدمات، مشكلات في الجوانب الأمنية، اغتيالات وتصفية، وأيضا هناك فرز مناطقي وهناك تشكيل قوة مناطقية حتى ليست من أبناء الجنوب بشكل عام، هناك فرز مناطقي لهذه القوات المسلحة التي تتواجد في مدينة عدن، هي مركزة من مناطق محددة من الضالع ومن لحج ومن ردفان وبعض المناطق الأخرى. بالتالي هذه القوات هي قنابل موقوتة وقنابل سوف تنفجر في وجوه الجميع، ليس في وجوهنا فقط أو في وجوه الشرعية، ولكن ستنفجر يوما من الأيام في وجوه أبناء الجنوب أنفسهم، لأن هذه القوات لديها تعبئة وتم رفع السقف في المطالبات. وإلا لو كان هناك خطاب وطني لكان تم استيعاب كافة القوى المقاومة لميليشية الحوثي، وبعد أن ننتهي من معركتنا مع الميليشية الحوثي ممكن أن يرفعوا السقف وممكن أن يطالبوا بالانفصال وممكن أن يمارسوا العمل السياسي وممكن أن يصعدوا في الجوانب السلمية. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار. أذهب بالسؤال للمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب،
نتساءل هنا يعني كيف وصلت الأوضاع إلى هذه الدرجة من تغول القوات التابعة للإمارات في العاصمة المؤقتة عدن؟ هذا موضوع يقودنا إلى طبيعة العلاقة بين التحالف وبين الحكومة الشرعية. منذ تحرير عدن في يوليو 2015 قيادة عدن إلى أحد مقاوميها ورئيس مجلس مقاومتها وهو نايف البكري، عملت الإمارات بكل جهدها على إزاحة هذا الرجل، ثم جاء بجعفر محمد سعد فتم اغتياله وبإبعاد نايف البكري واغتيال جعفر محمد سعد. أريد لعدن أن تذهب باتجاه آخر، اتجاه اللا دولة اللا شرعية. الإمارات منذ اليوم الأول على تقوية هذه الأذرع الأمنية والعسكرية، وعملت بالمقابل على إضعاف ويعني تقويض الحكومة الشرعية. وصل الأمر إلى إعلان الحرب المسلحة في يناير من العام الجاري، حتى مهاجمة دولة رئيس الوزراء في قصر المعاشير. بالتالي نحن اليوم أمام قرص من التحديات. الإمارات تعمل ليل نهار طوال لتقويض وضرب عمل مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية وتقوية هذه الأذرع الأمنية والعسكرية. وهذا ليس بل ما ورد في تقرير لجنة الخبراء، أجرت هؤلاء للعمل بالوكالة. وهذا هو الحاصل. ينبغي الإشارة أن أبو همام الوارد اسمه في قرار رئيس الجمهورية بحالته إلى المحاكمة، هذا ليس له صفة، ليس له ولا أمنية. هذا أولا في هذه النقطة، سيد عبد الرقيب، هل سيحاكم الرجل بالفعل وغيره من المذكورين؟ يعني هل سيمثلون أمام القضاء أم أنه سيبقى قرار لن يبت به القضاء وسيبقى معلق؟ جميعنا يعني نظاما لأن يقف أمام القضاء. جميعنا يعلم وضع مؤسسات الدولة في عدن ووضع الحكومة الشرعية برمته، إضعاف مؤسساتها غير لا يملك الرئيس إلا إصدار هذه القرارات. لن يتم محاكمة هذين المتمردين، فقد صدرت قرارات سابقة عند إقالة هاني بن بوريك وهو رأس الحربة في هذا العبث الجاري في عدن، إقالته من منصبه في التحقيق. اليوم أوته الإمارة في أبو ظبي ويهدد ويروج ويحيك هذه المؤامرات. بالتالي ربما القرار من جانبه الإيجابي أنه يرفع الغطاء السياسي عن هؤلاء ويقدمهم للرأي العام المحلي والدولي والمنظمات باعتبارهم يعني يطاردهم العدالة فقط. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرقيب. أعود للسيد مختار الرحبي. سيد مختار، هذه العناصر التي قامت بمهاجمة الكلية العسكرية، هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بمحاكمة منفذي هذا الهجوم أو الذين يقفون خلف هذا الهجوم، ما الضامن لمحاكمتهم وامتثالهم أمام القضاء؟ إذا كانت اليوم الدولة يعني تمر بمرحلة يعني ليست جيدة في مدينة عدن وفي المناطق الأخرى، فهذا لا يعني أن أي مجرم يرتكب جريمة لن يتم محاكمته، سواء هاني بن بوريك أو أبو همام أو أبو اليمامة أو كل من يرتكب جريمة بحق الوطن أو بحق الأشخاص أو بحق الممتلكات العامة. فقام رئيس الجمهورية حينما أصدر القرار هو أنه حتى لو لم يتم اليوم سيتم غدا. الجرائم لا تسقط بالتقادم. ونعرف جميعا طبيعة الوضع الأمني في مدينة عدن، وأن من يسيطر على الوضع الأمني هي ميليشيات منفلتة خارج إطار الدولة، يقودهم هاني بن بوريك وعيدروس الزبيدي وكذلك أبو الهمام وأبو اليمامة وكثير من القيادات التي يعني طرأت على السطح وتم تسليمها
معسكرات وجنود، وطبعا تم تدريبهم وتسمينهم و يعني دعمهم بشكل كبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. بالتالي نقول أنه لو لم يتم تطبيق القرار اليوم سيتم تطبيقه بالغد، إنما هذا هو نزع للغطاء لما يسمى أنه غطاء قانوني، وهم لا يمتلكون أي غطاء قانوني، والجرائم التي ارتكبوها كلها سينال عقابهم اليوم أو غدا. نعم سيد مختار، هناك زيارات سابقة لدولة الإمارات سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، وكانت تصريحات ما بعد هذه الزيارات أن هناك تفاهمات وأنه سيتم دمج ما يسمى بالحزام الأمني وترتيب الوضع، وأنه لم يعد هناك إشكالية في مسألة الوضع الأمني ودمج الوحدات العسكرية. ولليوم يعني أكثر من شهرين على آخر زيارة كانت لوزير الداخلية ولم يحدث شيء، لا زال هناك تمرد، لا زالت هناك تصريحات بين فترة وأخرى بعدم الاعتراف بهذه الشرعية. هنا نتساءل أيضا ما مصلحة الإمارات في أن يظل الوضع على ما هو عليه، لا أن تركت الشرعية تعمل ولا أن أصلحت الوضع في عدن؟ أولا دولة الإمارات لديها أجندة، حاولت أن تحصل على هذه الأجندة وهذه المصالح من قبل الحكومة، الحكومة رفضت أن تعطي لدولة الإمارات ما تشاء وأن تسلم لها مقدرات الدولة من موانئ ومن ممرات مائية ومن جزر ومن بناء قواعد عسكرية والسيطرة على مناطق استراتيجية. بالتالي ذهبت إلى تسمين ودعم وإنشاء ميليشيات خارج إطار الدولة لكي تحصل على ما تريد من مصالح وما تريد من تنفيذ من أجندة داخل اليمن. حينما ذهب رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك وزير الداخلية اتفقنا جميعا وكنا نتمنى بالفعل أن تتخلل دولة الإمارات عن هذه الأجندة وعن دعم واحتواء الميليشيات المسلحة التي تقف أصلا خارج الدولة، وهذه الأعمال تضر التحالف العربي لأن التحالف العربي جاء بناء على طلب من سيادات الشرعية، فكيف بدولة تقول أنها بالتحالف العربي وعضو في التحالف العربي وتعمل ضد الشرعية التي استدعتها والتي تمتلك شرعية تواجدها وتستطيع أيضا تسحب شرعية تواجد الإمارات وغير الإمارات؟ بالتالي نقول أن الإمارات عليها بالفعل أن تتخلى عن دعم هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات ستكون عقبة في أي مرحلة قادمة سواء في إطار جنوبي جنوبي أو في إطار شمالي جنوبي أو في إطار حتى في إطار داخلي داخل المناطق. اليوم انظر الخارطة الجغرافية، كل المناطق التي تتواجد فيها الإمارات فيها مشاكل، حتى جزيرة سقطرة، جزيرة سقطرة البعيدة كل البعد عن المشاكل الآمنة المطمئنة التي لم يتم ارتكاب أي جريمة من قبل 50 سنة حتى اليوم، جريمة قتل واحدة لم يتم، ذهبت إليها، واليوم هناك تمرد على الدولة وعلى الشرعية وعلى المحافظ. نعم. والمندوب الإماراتي هناك يقوم بدعم مظاهرات ومسيرات وتمرد ومسلحين وإنشاء أحزمة وإنشاء ميليشيات في جزيرة سقطرة. تصور هذه سقطرة الآمنة البعيدة التي يعني ليس فيها إشكالية ولا يوجد فيها حوثي ولا قاعدة ولا يوجد أي شيء، وحاولت أيضا أن تنقل نفس التجربة تقوم بها في عدن، حاولت نقلها إلى جزيرة سقطرة وباقي المناطق. أشكرك سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، يعني لا شك أن هذه الجماعات التي يعني تقوم بإثارة الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن وتعطل عمل المؤسسات بمعظمها في هذه المدينة مدعومة بشكل واضح من دولة الإمارات، وبالتالي يعني تستمر الأوضاع المتوترة في هذه المدينة. لكن هنا زيارات متكررة سواء لوزير الداخلية وأيضا لرئيس الجمهورية لدولة الإمارات، يتم التصريح ما بعدها عن أن هناك تسويات وأنه سيتم دمج هذه الوحدات يعني نحن أمام مرحلة جديدة ستحل الإشكالية الأمنية بشكل كامل، ونجد أن الوضع لا زال على ما هو عليه ولا زالت هذه الجماعات تمارس كل هذا العبث. نعم، كانت هناك ضغوط دولية وحتى إعلامية، هناك فضائح بالأصح تلقتها الإمارات أداءها وممارساتها في المناطق المحررة، وبالذات السجون السرية والمخفيين والمعتقلين والتعذيب الذي فاحت فضائحه عبر وسائل الإعلام دولية ووكالات كبرى وبعض المنظمات الحقوقية.
رأت الإمارات أنه لا مناص من إغلاق هذه الملفات، ويعني بادرت أحمد الميسري وتفاءلنا جميعا خيرا، وهو حتى هو يعني تغيرات على الأرض لصالح عودة الدولة وأمن واستقرار المقررة، وختم ذلك بزيارة رئيس الجمهورية إلى أبو ظبي، وكان فهناك معركة الحديدة التي كانت تعد لها، ولكن بعد أن وجدت أن معركة الحديدة أكبر منها وترخوا للمجتمع الدولي، واستطاعت مسؤولين من وزارة الداخلية أن تلملم فضائحها في السجون السرية، وسمعنا تصريح نائب وزير الداخلية الأخشع وهو ينفي وجود هذه السجون، ومدير التوجيه المعنوي في الوزارة وهو يدافع عن الإمارات، بالتالي هي استخدمتهم فقط لكي تتخلص من السوء الذي علق في شخصيتها وفي ممارساتها، ثم عادت حليمة إلى عادتها القديمة وتنكبت لكل هذه الاتفاقات التي أبرمتها معهم، والتي كان من أهمها هو دم المكونات الأمنية والعسكرية كالحزام الأمني وكالنخب في إطار والمؤسسة وزارة الدفاع، وبحالها صاعدت الاغتيالات بوجود الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذه رسالة من الإمارات أننا لم نعد نريدك، لم نعد نريد طيب سيد عبد الرقيب، يعني منذ أن حررت هذه المدينة وهي يعني تشهد انفلات أمني، الناس تعاني، لا وجود للخدمات، وأيضا لا أن هذه الدولة تركت الشرعية تعمل، ولا أنها أصلحت أوضاع الناس في هذه المدينة، يعني ما مصلحتها من بقاء الوضع على ما هو عليه؟ تعتقد دولة الإمارات كانت المحافظات المحررة غير مستقرة، كلما كانت الدولة مغيبة عن الواقع، كلما كانت الحكومة غير قادرة على الفعل، كلما كانت الفوضى هي سيدة الموقف، كلما كان هذا مبرر لتواجدها لبسط نفوذها على الموانئ وعلى السواحل، وبالعكس كلما جاءت الدولة وحضرت كلما زالت ما فيها، ويعني صح الناس يعني تحركوا وتحركت الدولة وأجهزتها لكي تدير المشهد وتدير معظم الأوضاع في هذه المحافظات، وبالتالي هي تريد أن كلما كانت الفوضى متواجدة كلما استطاعت أن تزيد من الضغوط على الحكومة وعلى الدولة لكي تحصل على مطامعها، وكلما كانت الدولة ضعيفة كلما تمكنت هي من التحرك وبسط أجهزتها وتحقيق مشاريعها، مشاريع الاستحواذ والمطامع. نعم، لكن سيد عبد الرقيب، يعني تبدو الأوضاع اليوم في العاصمة المؤقتة يعني مرشحة لانفجار كبير، هذا إذا لم تتدارك الحكومة الوضع وتعيد ترتيب الأوضاع، لكن السؤال هنا، هل لدى الحكومة القدرة على ذلك؟ طبعا الحكومة لديها الشرعية، والشرعية هي الأنظى والأقوى حتى من التحالف ومن هذه القوات المتواجدة على الأرض، لكن كيف تستطيع الشرعية أن تستخدم هذه الورقة وأن تضغط باتجاه يعني سيطرتها على الأرض، باتجاه تمكينها وتمكين مؤسسات الدولة من العمل، باتجاه إعادة تصحيح مسار التحالف الذي انحرف من نصرة الشرعية إلى قتل الشرعية في المحافظات المحررة. لكن الوضع ما نراه على الأرض أن هناك تباطؤ من قبل أجهزة الدولة، من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي، اليوم على أمل أن لا يغادر عدن وأن يبقى هنا يعني وهي تعاني هذه المعاناة، ولكنه عاد إلى الرياض، وهذا هذه إشارة سلبية تلقاها المواطنون هنا المحررة. تخلى يعني خروجه من المشهد، خروجه من عدن رسالة سلبية، وبالتالي عليه أن يضغط المملكة العربية السعودية، ها هي عاصمة الحكومة الشرعية الذي أتيتم لنصرتها، ها هي تدمر، ها هي تقتل، ها هي تذبح، ها هي الأحداث والقتل والاغتيالات والفوضى على مدار الساعة، هذا هو نموذج الحكومة الشرعية ونموذج التحالف الصارخ
المشوه الذي تظهر به عدن، وبالتالي لا حديث عن مشروع تحرير باقي المحافظات ودخول صنعاء. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وفي ختام الحلقة أشكر أيضا ضيفي من الرياض، كان معنا مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.